المشاهدين مرحبا بكم في موعدكم اليومي رونديفونا فنعود فيه زميلتي ملاك بكاري اللي جاها طارق صحي على غالب بلانتي الاولى ما نجمتش تصمد فيها نتاع سي وهبي فيقناها التصفيره نتاع الاربيتر دقيقه 85 كملت عادل التصفيره الاخرانيه ملاك ان شاء الله لاباس نهار اثنين بقدر ربي ترجع لنا سالمه غانمه فرحان برشا باش نكون بين المحلية السينيور محلين نتاع قناة التاسعة عدنا بالحاج عمر مرحبا بيك أهلا وسهلا رياض جراد وما أدراك ما رياض مرحبا بيك حباسي برهان مسهلا صوت الشباب سي معز عطية أهلا وسهلا الانتي سيستيم وكل أجواء هذيك والواحد حقوق الحرية بطبيعة أي نعم نعم عندنا حزمة طبق متنوع من الأخبار ومن الأحداث تقريبا أهم حدث التوانسة عاشوه تيلة العشية هذه هي نتيجة المقابلة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب بالمالي اللي انتهت للأسف بهزيمة المنتخب التونسي هدف مقابل صفر ولكن بفضيحة كروية غير مسبوقة يبدو عالميا ستكون محور أحاديث بلاتويت لا فقط في تونس بل في العالم أربيتر الله أعلم شو حصل له وقف الماتش بطريقة غريبة وعجيبة قبل التوقيت العادي متاعه السؤال علاش شميت شريحة أنت رياض وأنت يعني عندك شي كواليس الحكاية هذه وأنت رجل الكواليس عندك شي خبر شلي الحكاية ما عندي حتى كواليس إن شاء الله تونس تاخذ حقها بالسبل القانونية المتاحة في بين المنتخب الوطني التونسي عمل احتراز أي. وإن شاء الله ناخذوا حقنا أي. لأنه الأربيتر هذا ما فهم حتى فرق ما بينه هو أبو عياض راولي زاد حتى هو أبو عياض حتى هو عدنان والله المنتخب لازمنا نقولوا أنه ما كانش في اليوم نتاعه ضربات الجزائر والناس يلوموا على وهبي الخزري ثم اكبر معناها ملاعبيه في العالم فلتوا ضربات جزاء ما نجموش ما يلزمش نكثروا عليه الراجل ثم حكايه الاربيتر صحيح الكلام اللي قلته انت واللي يقول فيه رياض لكن حتى من غير الاربيتر اليوم ما كناش في الاداء هذا توا بطبيعه التحاليل الكبيره والتحاليل الفنيه تلقاوها عند زميلنا المتالق عادل بوهلال بطبيعه في موعده اليومي الموعد الكان وموعد التغطية الكاملة والشاملة في كل التفاصيل معز عندك ما تعلق على يظهر لي تونس مش ساعة متعودة أنها ما تخرج تدخل باهي في الكان يظهر لي ديزيام ديفيت في ماتش دوفيرتور مستنسين ديما حتى عام 96 عملنا كان كبيرة برشا وصلنا الفينال عملنا نيول مع الموزمبيق وقت الماتش الأولاني ما كناش في نهارنا اليوم إن شاء الله الأولاد يدخلوا في التورنوا بشوية بشوية لكن يظهر لي أول مرة معناتها أنه حكم يزفر شنو ينجم يكون عليه أنا السؤال اللي حد له يطرح فيه هو علاش ثم برشا فرضيات معناتها فرضيه انه عنده مشكل في التوقيت نتاعه ولكن عنده الفار وعنده اللوريات نتاع مع الكاتيجوري اربيتر واللي جوج ينجم يكون طارق الصحي قالوا ما ينجم يكون دخل بعضه الاربيتر شفناه خاطر هز البير دي تون في 79 يظهر لي ما فهموش حتى اللوكاتري اربيتر ما فهموش بون مره اخرى للاسف في افريقيا تتلعب لغه كره الكواليس تو بعد احتراز كما قال رياض نتاع المنتخب المنتخب رفض انه يرجع يكمل ثلاث دقائق اللي اقترحتها الكاف موقف حسب رايك معز والله قانونيا هذا تنشوفوه لكن كرويا حتى كان كناش نرجعوا ثلاث دقائق ما كناش نجموا نرجعوا في طرح على الاقل نخليه ورقه على الاقل نخليه ورقه اللي ورقه الاحتراز انه فماش امل وانه سجل موقف ولو انه صعيب برشا يتعاود الماتش في تورنوا كيما هكا لكن على الاقل نخليه الورقه هذيك في ديننا لو حبس على مارتين هو حبس المقابله كان رجعنا ثلاث دقائق ما كناش نعملوا حاجه ولا بالضبط عندهم مؤهلات الشبيبه يا ودي رياض عاد لاعب كره سابق وكذا كيف وتكلم برشا حاجات على كل عادل بوهليه كان عندك مشكله مع الكرونيكات يلا باش عادل عاد ما يدخلش توا يوقف يقول لك اش قاعدين تعملوا خلي الامور كل نرجعوا للاخبار ومعبيه زاد الطبق الاخباري ببرشا تطورات في البلاد احداث سياسيه اقتصاديه واجتماعيه في الفلاش نيوز الحدث الرئيسي بالطبيعة هو قرار المجلس الوزاري منع الجولان بداية من 10 ليلا وإلغاء كافة التظاهرات حيث قرر المجلس المنعقد أمس اتخاذ جملة من الإجراءات لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس الكورونا واللي سينطلق العمل بها بداية من الغد من أبرز الإجراءات هذه منع الجولان ابتداء من الساعة 10 مساء إلى الساعة 5 صباحا تأجيل وإلغاء كافة التظاهرات المفتوحة للمشاركة وحضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة وتطبيق الإجراءات هذه باش يكون لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي تعليق سريع خاصة أنه باش يكون ضيفنا
ومفترض رانا ذكرنا به من البدايه هو الدكتور امل الله المسعدي عضو اللجنه العلميه لوجبات فيروس كورونا، وبطبيعه بعده باش يكون عندنا القيادي في التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي باش نحكيه على موضوع النفايات الايطاليه وعلى وضعيه المهاجرين التوانسه في ايطاليا معز بالعوده لمساله القرارات الجديده اللي اقرتها الحكومه. شوف هو ثم فرق مع تصريح احنا نحكيه مع الدكتور امن الله المسعدي من بعد ما بين القرار العلمي وقرار الحكومه اللي هو يبقى قرار سياسي مبني على توصيات صحيح جات من اللجنه العلميه، لكن قرار الحكومه يبقى قرار سياسي، قرار يتقال عليه برشا ما نجموش ما نحطوهش في إطاره. احنا نهارين قبل 14 جانفي ثم تحركات حزبية وتحركات تتحذر لمعارضة قيس سعيد وللتفكير بعيد الثورة اللي هو 14 جانفي، يجي القرار هذايا. القرار هذايا حتى على المستوى الصحي برهان، وعلى المستوى معناتها القرارات اللي خلتها الحكومة في السابق، هو قرار فيه على الأقل اعتراف بفشل المرسوم متاع الجواز التلقيح. يعني من المفروض بعد حملة التلقيح أكثر من 6 مليون توانسة لقحوا، خذينا قرار متاع مرسوم متاع أنه ندخلوا للفضاءات هذية بالجواز الصحي، أنه تصير تظاهرات بالجواز الصحي. اليوم ناخذوا قرار 180 درجة على القرارات هذية يمنع فيها التظاهرات، ويظهر الحكومة كانت تستهدف مظاهرات 14 جانفي بتعلة صحية للأسف أنه نمنع الناس من أنها تتظاهر. إن شاء الله الدكتور بعد يعطينا الموقف الصحي من التظاهرات هذه اللي تصير اون بلانير، اللي كنا نجم نفرض عليهم الاستظهار بجواز التلقيح وما نمشيوش في قرار المنع. الملاحظة الثانية أنه منعوا الكراسي المرة هذه متلقاو خاطر مستنسين الكراسي، رفع الكراسي وحطان الكراسي السنة الفارطة، خلاو الكراسي متاع القهاوي. يعني لم يتم منع، لا لم يتم منع خاطر مستنسين أول حاجة نحكيو عليها هي الكراسي، دونك الكراسي منعوا قلت لك المرة هذه متاع القهاوي. لكن معناتها يظهر لي مشينا إلى قرار اللي نحكيو كانت قرارات معناتها كنا نجمو نتخذوها فيما يتعلق ب معناتها التيست. اليوم التوانسة ماهمش قاعدين يتستيو نظرا لغلاء التيست، كل ما هو تباعد في المدارس ونحكي عليهم بعد زادة في الجامعات في وسائل النقل والتلقيح وما أدراك ما التلقيح، نمشيو إلى الحلول السهلة متى عامين التالي. رياض يقول لك إجراءات، معز لخص لك الكلمة السر في تدخله، عملتها الحكومة إجراءات سياسية لاستهداف المعارضة اللي كانت تحضر روحها لحشد الناس نهار 14 جانفي، كيف ترد رياض؟ لا لا اعتقد ذلك، لانه السلطه السياسيه الموجوده اليوم كانت قادره معناتها بما انه احنا في حاله استثنائيه اليوم وفما تدابير استثنائيه وخاصه بمقتضى قانون الطوارئ، كانت قادره هذه السلطه السياسيه على انها تمنع كل التظاهرات التي تمت بعد 25 جويلية ومارسها معارضو الرئيس في كنف الحريه التامه، برغم انه معارضي الرئيس اليوم عندما كانوا في السلطه لم يمنحوا تلك الحريه لمعارضيهم، وشفنا معناتها القمع الوحشي الذي مورس من قبل حكومة هشام المشيشي على المتظاهرين المعارضين له ولحكومته وللائتلاف الحاكم قبل 25 جويلية. ولكن أعتقد أن قرار الحكومة كان استئناسا وعملا بتوصيات اللجنة العلمية في علاقة بتطور الوضع الوبائي وتفشي فيروس كورونا في تونس لا أكثر ولا أقل، وما بالعهد من قدم سيبوريان، لأنه احنا تونس معناتها عاشت كارثة صحية ومأساة حقيقية قبل 25 جويلية. يلزم التوانسة ما ينساوش أنه راهو فقدنا 25 ألف مواطن تونسي بدم بارد جراء اللامبالاة وجراء الإهمال الرسمي. اليوم عندما تتخذ الحكومة هذه التدابير والإجراءات هي في علاقة بصحة التوانسة كخط أحمر غير قابل للتفاوض لا أكثر ولا أقل، له قرار سياسي وما نتصورش أنا حتى ولو ما تمش معنى اتخاذ مثل هذه الإجراءات أنه مسيرة 14 جانفي باش تغير برشا في ما هو موجود اليوم. واضح، يعطينا صوت الحكمة عاد وخبرة الكامبينات تاع السياسة والكواليس. فما منها عدنا بالحاج عمر قصة إجراءات كاملة تعملت تستهدف المعارضة، هذا كلام ما قالوش معز عطايا فقط، قالوا عصام الشابي، سمعنا توا غازي الشواشي اليوم بركة قال راهم يحبوا يمنعونا وعملوا هالإجراءات هذه، قال شنو المكافحة الكورونا؟ شيء ثابت اللي الإجراءات ما عندهاش مغزى صحي، ما عندهاش مغزى صحي. معليش على خطر كيف أنا ما نعملوش الاجراءات المصاحبه كيما نتاع القهاوي هذيك، ما عندها حتى معنى يا اخي. هي العدوى باش تتعدى من 10 تاع الليل للخمسه نتاع الصباح، تخفف اثبت حظر الجولان فاعليته، وتخفف زاده
الحركات الاحتجاجيه اللي تصير في الليل. لو كان نرجعوا عم ناول نلقاو الحركات الاحتجاجيه فماش كان المعارضه راه فما حتى معناها المتساكنين الحياه الشعبيه والحركه الاجتماعيه الكل يتم في الليل. وانا نتصور اللي حضر من 10 مش فقط هكا رمزيه زعما هنا عملنا حاجه خاطر ما نحبوش المعارضين ما نحبوش نعملوا حاجه اخرى. لا لا هذاك زاد عنده جانب سياسي امني. انا نتصور اللي ما فما حتى شيء فيه جانب صحي ولا قولوا لنا قولوا لنا شنو هو جانب صحي. عندنا بحاجة عمر الحكومة استأنست برأي اللجنة العلمية، هل تتهم أن اللجنة العلمية اللي كانت محل ثقة التوانسة طيلة هذه السنوات أيه. بأخطائها وبالشيء الإيجابي اللي عملته تنجم تمشي في أجندة سياسية؟ خاطر ما جابتهاش الحكومة فجأة. الكلام هذا سمعناه عنده نهارين، اللجنة العلمية قالت هاي مقترحاتي، حظر جوالين، منع التظاهرات في الفضاءات العامة والخاصة، واسبوعين ونشوفوا تطور الحاله. نجم تكون اللجنه العلميه عملت المقترحات هذه، لكن هذه بالضبط عملتها اللجنه العلميه. خلينا في كي يجي يضيفك بعد شويه نحكي مع التفاصيل. هنا تفاعل برهان مهم جدا. احنا لليوم ومنذ عامين عمل اللجنه العلميه، المقترحات اللي تقدمها اللجنه العلميه ما عندناش، معناتها يتقال، معناتها نسمعوا دي زيكو، ما عندناش وثيقه، لا يخرج يتكلم هما، ما عندناش وثيقه شنو اقترحت اللجنه العلميه بالضبط بالنقطه شنو. انا صحيح سمعنا منع الجولان اقتراح من اللجنه العلميه، ما نعرفش اسكو اللجنه العلميه قررت منع المظاهرات والتظاهرات في فضاءات مفتوحه، هذايا ما سمعتوش. وحاجه اخرى نقطه ثالثه، حتى في أعطى الموجات اللي قاعدة تصير في بلدان العالم في أوروبا وفي أمريكا الولايات المتحدة، مريت حتى بلاد منعت المظاهرات ومنعت التظاهرات. هذوم تحكيوا أنت وعدنان على تصادف الإجراءات هذية مع الحراك الاحتجاجي اللي داعي عليه المعارضة. عدنان مشى أكثر من ذلك، قالك فما حراك احتجاجي تعودت عليه البلاد في الليالي في الأحياء الشعبية. إي شبيكم تنفيوا زاد تزامن هذه الإجراءات مع واقع حقيقي، ارتفاع نسبة العدوى، الأرقام اللي بدأت مزعجة، معناها كان الحكومة عملت حاجة يويح، كان قاعدة سكتت تو تتهموها أنها قاعدة تتفرج في يعني انسياب نسبة العدوى بشكل كبير وساكت. ما قلناش تقعد تتفرج في نسبة انسياب، لكن كي تاخذ قرارات أنت وتبنيها عندك من 22 أكتوبر لليوم أنه التلقيح وما أدراك ما التلقيح والناس ما تدخل الفضاءات كان بجواز التلقيح، ما تمشيت في استراتيجية هذية اللي مش تنقص من حدة كورونا. وقت اللي تقول أنت مش توفر الكمامات ومش توفر التباعد في الامتحانات في وسائل النقل وما تقومش به، يعني أنت الخطة اللي مشيت فيها ما طبقتهاش وأثبت فشلها، ومن بعد تمشي للحلول السهلة هي قرارات الغلق، قرارات المنع، الناس اللي تخدم في الليل تتعاقب. عم ناول أنت الناس لومت النهضة اللي عملت المظاهرة في فيفري في دار وتفشل كورونا؟ بيان سور، خاطر علاش وقت حكومة المشيشي؟ حكومة المشيشي أغلقت شارع حبيب بورقيبة للناس اللي تعارض حكومة المشيشي بتعلة الوضع الصحي بتعلة كورونا، لكن حركة النهضة لأنها حركة موالية لهشام المشيشي. حبيت الحصنك لقيت هكا أعطتها الترخيص والفستيفال حاليك ضد المشيشي وضد الحكومة هذه وضد الكل. رياض كيف هو بعد 25 جويلية صارت الكثير من التحركات والعديد من المسيرات المناوية لرئيس الدولة ولمسار 25 جويلية. ظهري حتى واحد ما كلاه كف في الشارع، ولا شفنا لا غاز مسيل الدموع، لا شفنا متراك، لا شفنا حتى شيء. شفنا بعد 25 جويلية ما فماش. لا فما ثم في مظاهرات صارت ووقع تسكير مدني مواطنين الانقلاب ما تضربوش بالغاز كما جاء وقت اللي خرجوا التيار وتكتلوا كل ما انت تحكي عن الاعتصام وقتها، انت تحكي عن الاعتصام، لانه ما معنى زاد انك تجي اليوم مواطنون ضد الانقلاب يجيو باش يفرضوا اعتصام بالقوه في شارع كما شارع الحبيب بورقيبه، ما معنى هذا اليوم؟ خلينا ندغدغ رياض زاده شويه، هاني جايك سيد عدنان. يقول لك 25 جويلية الرئيس قام بالحركه بتاعه التصحيحيه بناء على مظاهرات خرجت للشارع. ومظاهرات استهدفت المنظومه 10 سنين واستهدفت النهضه، ومظاهرات في منطوق الخطاب الرئاسي كان مرحبا بها ويستشهد بها الرئيس الى الان، وهذه المظاهرات سمح لها في ذروه انتشار الكورونا القاتلة حينها، وانت تعرف الأرقام وقتها اللي كانت تحصد في أرواح التوانسة. لماذا رياض سمح بهذه المظاهرات في 25 وتمنع المظاهرات الآن؟ أولا لم يسمح بتلك المظاهرات في 25 جويلية، الناس خرجت
مش كان في تونس العاصمة فقط، خرجت في كل تقريبا جهات الجمهورية وتوجهت مباشرة إلى مقرات حركة النهضة، بل 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 أكثر من ذلك. احنا ما شفناش الأمن فقط في ذلك الوقت يقمع المواطنين اللي خرجوا، ولكن شفنا ميليشيات تابعة لحركة النهضة تقمع المواطنين. أنا أثار معناتها استفزازي مشهد في 25 جويلية، المواطن اللي حبوا يطيشوه من فوق السطح تقريبا نفس المشاهد في تونس تقريبا والقروان، تقريبا نفس المشاهد اللي كنا نشوفه فيها في احداث رابعه العدويه في مصر وما فعله الاخوان في مصر. وبالتالي اكثر من القمع الامني شفناه في 25 جويليه، شفنا ايضا قمع من ميليشيات حركه النهضه لدرجه انهم يوصلوا يطيشوا العباد من فوق السطوحات. لكن بعد 25 جويليه الرئيس قيس سعيد والحكومه سمحت لمعارضيها بالتظاهر واضح بكل واضح في كنف الحريه وبالتواجد في المنابر والتعبير حتى انه وصل الامر للسب والشتم وباقي مقبول في لعبه طيب الحريه والديمقراطيه. بل ما نحب نختمها مع عدنان في المحور هذايا. سمعت رياض قال لك جاي اليوم 14 جانفي، شنو الفرق بينها وبين المظاهرات اللي عملتها المعارضه في سبتمبر وعملتها وقت ما حبت تهبط للشارع هبطت للشارع، والامن ورغم كل الكلام كانوا موجودين والتلفزيونات غطات وعملوا الدعوات الكل، والى الان جايين توا معناها على شنو باش نخاف يعني باش تستنجد ببروتوكول صحي؟ قال شنو يستهدف المعارضه كما قلت انت دايوغ انت تتبنى المقاربه هذه. انا نقول لك بدون مغالات وبدون مزايدات وكذا، اليوم فماشي تونسي مو مستنسين التوانسه حتى كي تاخذ اجراءات صحيه معناها فيها شويه معناها تشديد من الجانب الصحي، التوانسه تتغش اليوم القرارات ياخذوها الكل ما تقلق منها حتى مواطن، يعني ماهيش قرارات نتاع صحه، كان جات قرارات نتاع صحه راهو بعض المواطنين على حق او على غير حق راهم تقلقوا ما حتى حد. علاش هذا ما نحطوش في خانه استعاده الثقه بين المواطن والدوله؟ قبل كان المواطن يحتج ويعتبرها قرارات مسيسه، بالعكس اليوم المواطن يجم يكون ما يعتبرهاش قرارات مسيسه وهي في علاقه بتطور الوضع الوبائي. حاجه اثارت ايضا النقاش في علاقه بالمساله هذه اللي هي الكورونا، نسكر في الفضاء العام اما الفضاء الخاص اللي هو معبي ومتكم فوق بعضه نخليه محلول اللي هو المدارس والتعليم. وزير التربية في هذا الإطار سي فتحي السلاوتي أكد خلال ندوة صحفية اليوم أنه تم ضبط إجراءات جديدة بالمؤسسات التربوية لمجابهة فيروس كورونا مع منع الإطار التربوي الغير ملقح من دخولها. نسمع. تخفيض من مدة إيقاف الدروس وغلق الأقسام ولا المدارس من 10 أيام إلى 7 أيام فقط، وثم زاد وقت اللي تلميذ يستظهر بتحليل سلبي ينجم يرجع بعد 5 أيام فقط. عدم الرجوع إلى نظام الأفواج وعدم غلق المؤسسات إلا التي مثلا نغلق قسم في 3 حالات، ونحب نعلمكم اللي لحد الآن إلى حد البارح غلقنا 134 قسم منهم 94 بعد العطلة. على قديش؟ على 87,000 قسم، عندنا 87,000 فصل منهم غلقنا حتى البارح في الليل 134 قسم فقط. بالنسبة للمدارس ابتدائي واعدادي وثانوي، بالنسبة للمدارس أغلقنا 23 مدرسة لحد البارح في الليل على 6130 مدرسة. خذينا إجراء أنه لن يسمح الإطار التربوي غير الملقح بالدخول للمؤسسات التربوية، ولم يسمح بذلك. وعندنا مؤسسة تربوية كما ذكرت بكري فيها مجموعة من المدرسات المعلمات وقع بتبيع تعويضهم بنواب لأنهم رفضوا أنه يقع تلقيح مع قطع المرتب. أيوه سي عدنان. والله أنا من رأيي المتواضع أن المسألة راهي صعيبة، هي شيكة بالنسبة أي للمدارس والرؤى تختلف. نتصور اللي التمشي هذايا معقول في الفترة هذه بالذات، فما الحد الأدنى ولكن لابد أنه ما يقعش استبعاد أنه الإجراءات تولي أكثر صرامة. بالنسبة للمعلمين والمدرسين أنه معناها يكثروا عليهم التيست ويراقبوهم وأنه ما يدخلوش إذا ما همش ملقحين وكذا، هذاك لابد منه. طيب واقعيا معز ورياض، يعني الكلام هذا واقعيا ونحن نعرفه تونس، يعني باش تمنع الإطار التربوي توا اللي باش يقفلوا مول القيم ونقابة القيمين معناها باش تعمل مشكلة مع نقابة الأساتذة، وشكون باش يهبطوا الساعة يراقب في الأستاذ يدخل بالجواز بتاعه ملقح ولا لا؟
الشرطة ولا مدير المعهد ولا القيم ولا متفقدي المادة ولا كذا. حسب رأيك شنو التعليق يعني؟ هل إجراءات واقعية هذه؟ شوف هي كيما احنا نمشيو من الاكستريم للاكستريم، معناتها احنا حتى دول العالم اليوم اللي قاعدة تستعمل في يسموه ساعة هما الجواز الصحي، ساعة برهاني هذه كلمة مهمة، مو جواز التلقيح. علاش جواز صحي؟ خاطر ثم ناس رافضة للتلقيح وأنا مانيش منهم وأنا نشجع الناس أنها تمشي تلقح. يقول لك أنت يعطيك الصحة تعمل تيست بي سي ار يقعد لك هذاك تخدم به 48 ساعة وكل 48 ساعة تعاود تيست بي سي ار آخر. لكن احنا هنا في تونس مشينا جواز التلقيح، وحتى في العالم جواز التلقيح ماهوش في أماكن العمل وماهوش في وسائل النقل العمومي وماهوش في لي ماجازان وين يبيعوا الماكلة بما فيه في فرنسا يمشيوا في الفضاءات العامة نتاع ودور الثقافة والمقاهي والمطاعم إلى آخره. احنا خذينا إجراء حطينا فيه البارة عالية على الأخر وما نجمناش نطبقوه وحكينا فيه المرة اللي فاتت لهنا، معناتها إجراء من غير المعقول. أستاذ الرجل كان ما يستظهر ليش بالجواز يعني تعرف قول نهار نهار برهانة ناس داخلة داوي في سبيطارات ما خلاهمش يدخلوا يداوي مكسور مش يدخل يعمل جبيرة. قالوا له لا ما تدخلش خاطر ما عندك الجواز يعني ما نتصورش. المدارس فما برشا حلول النجم تصير في المدارس. قاعده تصير حملات تقصي اليوم للفيروس في المدارس؟ لا. ونعطيك علاش ما سكرتش برشا اقسام وما سكرتش برشا مدارس؟ خاطر الحالات المكتشفه قليله الناس اللي قاعده تقول عليها وقليله الناس اللي قاعده تمشي تستي. كان وزاره التربيه اليوم وزاره الصحه يعملوا حمله تقصي الاعداد ستكون اكثر من ذلك بكثير. اليوم ثم جيل في المدارس ما ثماش، اليوم ثم مدارس حتى ما فيهاش تعقيم ما عادش. اليوم ثم عادش ثم تعقيم، معناتها كيف هذا كله مش موجود؟ قصه الاختيار الحكومي في أنه يبقى التعليم السائر بنسق طبيعي، رفض زحزحة أي شيء بما فيه تواريخ العطلة المدرسية بما فيها الفروض بما فيها الرزنامة، وكأن الوضع عادي وعادي جدا. في تقديرك هل هو خيار سليم رغم رفض نقابات التعليم لهذه الإجراءات؟ هو في الحقيقة معناتها المسألة في علاقة بالمدارس والمعاهد مسألة معقدة برشا سي برهان، والجامعات لأنه عندهم خصوصية معينة في علاقة بالتحصيل العلمي والمعرفي بالنسبة للتلامذة والطلبة. معناتها ما تنجمش اليوم تسكر المعاهد وتسكر المدارس والجامعات وانت معناتها تشوف انه يوميا الاصابات ترتفع وفما الوفيات في ارتفاع، وبالتالي ما فماش حل جذري نجم نستشرفوه احنا بعد جمعه ولا شهر. راي وزير التربيه اليوم يحكي على حزمه من الاجراءات، انا في اعتقادي ايضا غير كافيه، ولكن نتمنى انه وزاره التربيه استئناسا ايضا براي اللجنه العلميه تمشي الحقيقه ابعد في هكذا اجراءات. وانا نحب نذكر سي معز انه راهو في فرنسا، يعني كي نحكيو على تجمعات نحكيو على عدوى في فرنسا، نحب نذكروا انه راهو فرنسا منعت احتفال الجزائريين ببطوله كاس العرب. والله احتفال احتفال فما بالك احتجاج اي وقال لا احتجاج وبرر ذلك بمسائل صحيه وبرر ذلك بطبيعه الحال. شنو هو هذاك سي معز؟ السياق لا هذاك احنا باش نصيروا اكثر ديمقراطيه من فرنسا. السياق اخر نتاع احتفالي اليوم في فرنسا، شوف الاحتجاجات اللي قاعده تصير نتاع الناس وكيف تواجه فرنسا نتاع الناس. الديمقراطيه الفرنسيه كيف تواجه هذه الاحتجاجات؟ احتجاجات السترات الصفراء كيفاش يواجه فيها الفرنسيس؟ لو سالتني سؤال خلينا نجاوبك رياضي. لا ما نحكيو زاد واقع. سالتني على احتجاجات في فرنسا تو في الظرف الصحي هذايا، شوف عدد الاحتجاجات اللي قاعده تصير في فرنسا نتاع الناس اللي ضد التلقيح، وانا مانيش معاهم، انا مع الناس تحب تمشي تلقح نعاود نقولها مهم، وقاعدين يتظاهروا بعشرات الالاف والحكومه الفرنسيه ما دارتش بهم. ايوه هذا عادي بالنسبه لي كانت عادي. بربي في كلمه رياض مركب موتو في دقيقه 74 وسيد عدل في دقيقه 76 ما عادش وقت خلينا نحكيو على في كلمه في كلمه احنا الوضع الوبائي الاختيار اللي وصلنا له اليوم راهو بفضل هيك الجهابذه اللي دعاوا التوانسه لمقاطعه التلقيح. ايوه وعلى اساس بيوس وراهو مش حط لكم بيوس وما نعرف شنو هنا نشوفوا الجهالوت هذوما. لكن في كل الحالات يبدو انه نسب التلقيح في تونس محترمه ممتازه جدا 70% احنا مثبتين 100% بما انه التلقيح موجود علاش رقم مهم اللي اكثر من 40 اكثر من 40 سنه فتنا 80%، وهذا رقم مهم ومهم جدا، معناتها يحسب بالحق للجنه اللي قاعده تقوم بالتلقيح وسي هاشم الوزير والفريق اللي قاعد يخدم على التلقيح. وزير التربيه اليوم في الندوه اللي كان اشرف عليها حول الزمن المدرسي تكوين المدرسين ما اكتفاش بالحديث على الكورونا والوضع الصحي في المدارس والمؤسسات، احكى ايضا على مخرجات الملتقى الوطني حول مراجعه البرامج وتطويرها في قطاع التعليم الابتدائي من بينها مراجعة الزمن المدرسي وتكوين المدرسين. خلينا نشوفوه شو يحكي. الزمن المدرسي اللي يلزموا نطوروه
وبالتالي أعداد الساعات نجم تكون أكثر تنجم تكون أقل، لكن المهم أنه المجال في زمن مدرسي ثم حياة مدرسية ثم أنشطة لابد باش نقوموا بها على مستوى المؤسسات التربوية، وهذه تدخل كمكمل وكعنصر مهم في التعلمات متاع وليداتنا. كيف كيف يلزمنا نكونوا المعلمين متاعنا المدرسين والفاعلين التربويين الكل على طرق جديدة وعلى مستلزمات هالوضع الجديد اللي باش تعيشه إن شاء الله، تكون اليوم نقطة انطلاق لمدرسة الغد بالنسبة لتونس. اتفقنا مبدئيا أنه ما عادش باش يولي برشا كتب مدرسية، ثلاثة بالنسبة للتعليم الابتدائي، عندنا ثلاثة مجالات العربية الفرنسية والعلوم، وبالتالي باش تكون عندنا على مستوى كل مبدئيا، إلا إذا ارتأت اللجان عكس ذلك، باش يكون عندنا ثلاثة كتب مدرسية على مستوى كل فصل. بربي بإجاز عدنان باش نزيدوا نتقدموا أكثر في قية الأخبار، الكلام هذايا واش خص كان جاي مسيطر على النقاش السياسي في الفضاء العام؟ هذا المشكل. أي معناها جدي نجموا ننتظروا سلاح تربوي وراه 10 سنين وكل وزير يجي يقول عندي برنامج ويجي عندي كذا وباش نبدل الكتب وكذا في قضايا استراتيجية نذكرها بما فيه في برنامج رئيس قيس سعيد حكاية قال لا مستقبل بدون مدرسة نصلحوها. إلى متى التونس يسمع في الشعارات هذه ولكن على أرض الواقع ما فما حد شيء؟ الكابيني جديد هذا بتاع التربية عنده حسب رايك امل انه بالمره هذه باش ينفذ بجد برنامج طموح نتاع اصلاحات؟ احنا على كل حال ما عندناش الحق باش نقولوا ما عندوش امل، يلزمنا نقولوا يلزم يكون عنده امل، لكن ما نجموش ما نشيروش الى ان عدم الاستقرار الحكومي بصفه معناها عامه ولا في مستوى التعليم بصفه خاصه وزاره التعليم والاشراف والاهتمام كذلك، هل النقابات مهتمه بهذا الشان؟ الزمن المدرسي والتكوين المدرسين هذوما المعضلتين الكبار الموجودين اذا يتحلوا هذوما سي فيني، ما عادش عندنا خوف من التعليق بجاز رياض. الحقيقه احنا 10 سنين كما تحكي انت سي برهان نسمع على اصلاح التعليم ومراجعه البرامج ومراجعه الزمن المدرسي، ولكن الحقيقه بالفعل بقات حبر على ورق ومجرد شعارات لا اكثر ولا اقل. صحيح الاستقرار السياسي المطلوب ما كانش متوفر باش يساعد على مثل هكذا اصلاحات عميقه في محور مهم معناتها يهم التوانسه الكل كما التعليم. ولكن اليوم زاد ما ننساوش اللي الرئيس قيس سعيد اطرح معناتها مشروع المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، اتمنى ان يذهب فيه بعيدا ويكون فم اصلاح حقيقي وشامل لمنظومه التربيه والتعليم في تونس. تعليق موز؟ اي خاطر سمعنا برشا على المدرسه الرقميه ومدرسه التابلات ومدرسه التكنولوجيا وفي الاخر ما لقينا حد شيء، صغيرات يقراوا من الاثنين حتى للاحد مع الدروس الخصوصيه مع الى اخره، للاسف هذه نسميها انا مدرسه الاعداد ومدرسه بضاعتكم ردت اليكم، ان شاء الله نبداو في اصلاح منظومه تربويه حقيقيه. ومدرسه عصريه وبنيه تحتيه مشكل كبير وكبير على الاخر. معناتها احنا اول سؤال نسالوه ونشوفوه في الندوه الصحفيه نتاع 15 سبتمبر برهان، شنو هما المدارس اللي ما فيهمش ماء؟ ليه والثلج الجمعه اللي فاتت الثلج معناتها في مناطق الشمال الغربي بل الكورونا سكرت مدارس على خطر الظروف نتاعها الثلوج والوديان والتلاميذ ما تنجمش توصل للمدارس واللي يضرب 15 كيلومتر باش يوصل لمدرسته والبيبان المكسره والشبابك في البلد. هذا كل شيء برهان لابد ان يكون محل تركيز من السلطات العليا في البلاد، هذا ماهوش القضاء اهم منه، القضاء أهم على اهميته نقطة ليس اهم من هذا يا سي عدنان. ليس اهم من هذا من سؤال تسال البارح كانوا حاضرين بحذان الوخيان والكلفه نتاع الاصلاح قال لك هي 1.6 مليار دينار اللي ما ريناهمش في الميزانيه والاموال هذه ماهيش مرصوده، معناتها هذا زاد نقطه مازال بكري عليه الاصلاح وباش نكونوا واقعيين راهو باش التوانسه ما يبنيوش امال تولي اوهام في الاخر انه الاصلاح مرتبط بوضع اقتصادي. انشاط الراي عدنان الاستقرار تبني عليه كل شيء. يلا للاسف ماناش باش نواصلوا لا في اصلاح التعليم ولا شيء، العاده باش نرجعوا قيل وقال وقلت له قال لي اي سي غازي الشواشي سنكون في شارع الحبيب بورقيبه مهما كانت القرارات التي ستصدرها السلطه القائمه. اكد الكلام هذايا غازي الشواشي في ندوه صحفيه عقدها الحزب اليوم، وقال أنه تنسيقية الأحزاب الديمقراطية باش تنزل شارع بورقيبة يوم 14 جانفي للتعبير عن رفضها الانفراد بالسلطة ودفاعا عن الديمقراطية، كما أكد غازي الشواشي بأنه على اتصال وتنسيق دائم مع اتحاد الشغل للسعي نحو خلق مشهد جديد تشاركي يرسم خارطة الطريق لإنقاذ البلاد اللي أصبحت مهددة بانهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي حسب تعبيره.
هذه السنة سننزل لشارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بتاريخ الثورة التونسية 17 ديسمبر 14 جانفي، ولكن سيقع استغلال هذا النزول للرفض، لتعبير عن رفضة للانفراد من عن السلطة ودفاعا عن الديمقراطية، لأنه اليوم بلادنا للأسف شديد دخلت منعرج معنا خطير وحاسم يتعلق بالانقلاب الدستوري اللي يقوده معنا السيد رئيس الدولة. ما نعتقدش اليوم يقع منع التجمعات والتظاهرات، وإن كان كذلك ذلك سيكون منع سياسي لغايات سياسية لحرماننا نحن من أن نمارس حقنا الدستوري في التظاهر وفي الاحتجاج وفي الاحتفال. وبالتالي نحن من الآن نقولها صراحة، سنكون في شارع الثورة، سنكون في شارع الحبيب بورقيبة مهما كان القرارات التي ستصدرها السلطات القائمة. التنسيق متواصل، نحن نعتبر اتحاد الشغل كمنظمة معنا عريقة عندها دور تلعب اليوم معناها في بلادنا، موقفها ومواقفنا معناها متقاربة جدا. اليوم نحن رافضين هذا المشهد، رافضين هذا الانحراف معناها بالسلطة، ونسعى إلى مشهد جديد، إلى مشهد فيه تمشي تشاركي، إلى مشهد يرسم خريطة طريق اليوم للإنقاذ، لأنه بلادنا اليوم مهددة بالانهيار، مهددة بالإفلاس، مهددة لا قدر الله باحتقان اجتماعي وانفجار اجتماعي. على الشيء اللي قاله غازي الشواشي وعلى بقية الأخبار باش نسمعوا رأي رياض معز أستاذ عدنان، ولكن تبقوا معنا بعد الفاصل الشريعي.